المهم الآن نترقوا السي في إطار ما يسوق بأن جماعة ترقوا السي عرفت مجموعة من المشاريع والمنجزات. الآن احنا كنتواجدوا في واحد النقطة محورية فيما يسمى بمشروع المليار، مليار على الطريق المعبدة اللي داخل فيها المجلس بشراكة مع مجموعة من الجهات، الوكالة والمجلس الإقليمي المتتبع. الآن هذه المشاريع الفاشلة، هذا ما يسوق بأن العالم القروي يعرف تنمية حقيقية. نعم، ضرمات في العيون، في غياب رقابة، في غياب احترام دفاتر التحملات الخاصة بالمشاريع، ماشي غير في مشاريع الطرق، في مجموعة من المشاريع. الآن أنا كنت واجدو كتشوفوا لي بوطو ديال الضو. هذه هي مهازل التنمية اللي كيعرفها تعرفها مجموعة من المناطق عبر التراب الوطني ومن جملتها الجامعات القروية. الآن هذه هي الطريق، ما كايناش حتى جوج متر، وها هي كتشوفوها، ها لي بوطو ديال الضو، هذا نوع، هذا هو الطريق، ها البوطو محولين، وها هو تحول للشبكة ديال الماء صالح للشرب كما كتشوفوا الآن راهي تحت الطريق المعبدة. هذا كان اعتبروه تبذير المال العام واستهتار بحقوق الساكنة في التنمية. هذا جزء بسيط، في انتظار إن شاء الله غنشوفوا نقطة أخرى. المهم السلام عليكم ورحمة الله. المهم احنا كجمعويين وكجالية مقيمة بالخارج جينا للبلاد هنايا على حساب هذا اللي نشوفوا القدره ونشوفوا البلاد كي دايره، لكن تفاجأنا بهذا الشانتي اللي داروا في هذا الطريق اللي داروا في الدفه ديال ترقه والساي. كنتفاجئوا بان القدرون يعني ماشي من ما فيش المعايير ديال السلامه، وما كيتوفرش على البلايك باش يوروا الفيلاجات ويوروا المسائل اللي كاينه. ومن هنا وكاين بعض المقاطع اللي الفوق، ربما يقدر يجي الانسان ماهو مخالط، ربما يهبط للواد كاع، الله يجعل السلامه وتكون شي كارثه كبيره. وحنا كنحملوا المسؤوليه للمسؤولين ونحملوا المسؤوليه للمجلس والتجهيز اللي بحال اش دازت هاد الطريق وما عندهاش، ما فيهاش الامكانيات، ما فيهاش. ومن هنا دوزوا القادوس ديال الماء من هنايا حتى لذاك الراس اللي لهيه، ومع جاتهم الصفيه قبضوا واحد القادوس ديال السيما داروه من تحت الشانتي باش يدوزوا للضفه الاخرى، لان هاد الجهه فيها يعني اشغال غير اشغال، غير كوروا وعطي كيف كيقولوا، صافي نقول هذا الشيء. المهم حنا اش كطالبوا كجمعويين؟ كنطالبوا بالتحقيق في هاد الطريق. واش هاد ما كاين لا كومباكتاج، ما كاين، ما احترمه دفتر تحملات ما محترم. والعيب والعار باش نقولوا بان هاد 6 كيلومتر 800 ولا شحال بمليار، هادي كان اعتبروها استهتار بحقوق الساكنه وتبذير المال العام. إضافة للأخ عضو مكتب التنفيذي نسجل كذلك استكارنا الطريقة اللي تمت بها طريقة التعبيد، طريقة مسكان، طريقة مسكان، لأنه عندما اكتشفنا وبالتالي اكتشفنا بالأيادي بالأيدي الآخر أنه فعلا تم تمرير جوستومون واحد لاكوش فريمون تري 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 فراجيل، كأننا يعني درنا واحد العملية لأنه فعلا تم التعبيد. نتساءل الآن واش هذه فعلا طريق، لأنه غادي يجيكم دابا واحد المقطع أو الطريق المعبدة، وهنا كنكتشفوا أنه الطريق المعبدة لا تخضع لأية معايير، لأنه لا تخضع لأية معايير كنقولوها وكنعاودوها، معايير اللي المفروض أنها تدخل عليها ما كيناش بتاتا. هنا نتساءل كفعاليات جمعوية وكرابطة بطريقه اللي تم فيها يعني تمرير هذا المشروع، تم تمرير هذا المشروع بعلامات استفهام كبرى جدا. اصلا يجب ان نتفحص هذه الاشياء ونسائل جميع القنوات الوطنيه والصحافه الغيوره انه يشوفوا ان هذه الطريقه باش تم التمرير
صراحة، لأنه لا تخضع لأي معايير دولية ووطنية بطريقة التعبيد. وهنا غنعطيكم بالصوت والصورة شنو هو، علاش بالضبط كنتكلموا على هذه الأشياء، لأنه المفروض شنو خاص يدار. هنا الإخوان هانتوما كتشوفوا هنا بطريقة الأيادي البسيطة، هانتوما كتشوفوا يعني في فوالا، ها هو البلاتفورم هاي بانت، يعني تم دش مجموعة ديال الأحجار الصغيرة والكونكاسور كما تسابيل بحال هاد الأشياء، وتم تمرير المشروع. والغريب في الأمر أنه تسنى في دار دار التحملات ودارت الصفقة، ويعني في يعني كل شيء هو هذاك على أساس أنه في ريمو راه لو شونتيي راه هو هذاك ماكين والو. من جديد نتساءل، واش هذه هي الطريقة الكيفية؟ أية مراقبة؟ أية مسؤولية؟ أين هو المسؤول؟ أين هو القائد؟ أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ على أيين لا يسعنا إلا أن نندد ونحمل المسؤولية لكل من له أيادي خفية في أنه تم امتصاص هذا المشروع. وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار هذا المشروع ديال سميت المشروع ديال الطريق ديال ترقى والسي، أنتم دابا كما تلاحظون هاد الناس هادو ساكنين في العيون، يعني داز طريق بلا ما يعلموهم بلا ما قالوا لهم والو، وحتى إلا جا دابا فين بغيت يدخل الدار، فين بغيت يدخل، مع فين بغيت يدخل، بالله عليكم مع فين بغيت يدخل دارو، واش ينقز اش غايدير؟ ها الباب مردوم، الماء الماء عاوتاني بحال بحال، ما عنده فين، ما عند لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس راه داروا هذا المشروع هكاك، ما نعرف أنا شنو هو الهدف ديالهم، مشروع مغشوش، لا دراسة لا والو، لو كانت شي دراسة حقيقية ما يوقع هادشي كامل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وخطر كاع، هي 17 خطر خطر.